شايف المهرجان هيعمل حاجة إيه؟ طبعا رائعة. احنا بنسعى بمثل هذه المهرجانات، مدينة سياحية يبقى لازم فيها مهرجانات، لازم فيها بطولات رياضية، لازم فيها مطرب عالمي يجي يغني هنا، لازم فيها احداث على طول، عشان الاحداث دي هي اللي تحيي المدينة وبتنشط السياحة وبتجيب الناس وتعرف الناس بالمدينة الجديدة الجميلة دي. مهرجان زي مهرجان السينما العربية الأوروبية دوت، يعني تعرف نفيذ العالم بتطل عليها. عندنا على فكرة مخرجين أجانب وعندنا ناس أجانب كتير، عندنا رئيس التحكيم واخد أوسكار بيعمل دعاية كبيرة وبنشط السياحة.